حبيبي اخوي طارق اللي بنعرف اول شيء من مطارق تشوف طارق في اليوتيوب من مطارق انا يا عزيزي اسمي طارق الجندي عازف عود اردني درست موسيقى لما كنت صغير وحاليا عم بكمل يعني زي ما انت بتعرف راح اتخرج كمان شهرين ثلاث اشهر بكالوريوس في الاداء تشيلو عم بدرس آلة التشيلو طبعا عم بدرسها لاجل العود كويس يعني حاسس ان التشيلو راح يفيدك في العود والله شوف في بدايه لما جيت ادرس تشيلو يعني هي كانت خطه او خطوه خلينا نحكي على العمياني يعني بعرف انه الشريف محي الدين حيدر درس تشيلو في اربع خمس عازفين عود مميزين مثل احمد الخطيب اللي هي اخوري ناس اللي انا احتكيت فيهم بالمجتمع درسوا تشيلو وجيت انا بدي ادخل في المعهد فكمان كان في عندي هوس انه انا بدي اعزف عالي من الات الاوركسترا لانه انا شكل الاوركسترا يعني حضرتها على المسرح يعني بالنسبه لي كان شيء كثير ساحر فكنت دائما بحاول اني اكون عضو او شيء داخل في هاي المجموعه فتشيلو وعود والشريف ومدرسه العود الحديثه واوركسترا فكل فكانت هاي الاله هي اللي اللي بتشبع الرغبه اللي عندك طيب من هم المدرسين اللي درسوك في البدايه؟ انت درست طبعا زي ما عارف انك خلاص درست البدايه عود من هو اللي درسك في البدايه؟ شوف اول شخص مسكني العود هلا انا عزفت عود بشكل فردي بالاول يعني اشتريت العود كان عمري يمكن 10 سنين 11 سنه وبالصدفه في واحد دوزان لي العود بعدين يعني حتى بتذكر كيف انا حفظت دوزانه يعني انه كنت جبت العود هو اول ما دوزان لي اياه هلا تعرف لما انت تكون بتحاول مرحله المحاوله فشفت انا فانه على مرشح لما بدا يتثنى مسافه البيرفكت فورث هاي حفظتها فصرت انا احاول ادوز له بعديها لما فصرت دائما لما بدي ادوز العود فهي كانت يمكن هو دوزان لي اياها مرتين بعدين طبعا صرت ادوز له باعتمادا على اذني وصرت بعدين احاول اني اعزف هلا هذا الموضوع اخذ مني تقريبا سنتين بعدين دخلت على الاكاديميه الاردنيه للموسيقى تسجلت بنظام الدورات هلا هو اول شخص مسكني العود استاذي اسمه ناصر عبيدو يعني انا كنت عم بطابش مطابش على العود بس هو فعليا اللي اجى رتبني يعني اجى قال لي تعال انت اللي عم تعمله يعني اللي عم تعمله مش هيك لازم كذا 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 وبتعرف هلا لما يكون ولد صغير بده يعزف عود يعني انا بهديك الفتره كان طموحي اني اصير فريد الاطرش فهو بعدين لما اجى شفت انا انه في مقطوعات وفي ريشه ومقلوبه تعرفت على مصطلحات جديدة صار عندي طموح لا اني انا بدي اصير عازف ما بديش اصير مغني بيعزف بس انه طموحك في العازف اكثر من طموحك في الغناء هذا الحكي عم بحكي لك لما كان عمري 11 سنة اكيد مو هلا انا صوتي مو منيح فهيك فهو اول شخص مسكني العود درست عنده سنة ونص تقريبا لاسباب مادية لاني انا ما بقدر كنت اني اكمل فضليتني اعزف عود بحدود السبع سنين لحالي بعديها يعني عم تحكي عمري 18 سنة لطلعت للجامعة خلينا نحكي من فانت عم تحكي من عمري تقريبا 11 سنة درست عنده سنة ونص من 12 سنة ونص ل 18 19 لطلعت عند جامعة وشاءت الاقدار طلعت على منطقة اسمها اربد وعشت لحالي فهناك احتكيت بشوية عازفين مثل يحيى عواد مثلا واشتغلت معه وتعلمت منه شغلات كثير وبعديها مثلا تعرفت على احمد الخطيب لانه احمد الخطيب كان بإربد ساكن فيعني شفته كمان بعديها درسني استاذ عبد الرزاق الطوباسي اللي هو كان تلميذ من تلاميذ استاذ عبد الرزاق ودرسني استاذ عمر عفات كمان ودرست عند استاذ ايليا خوري واحمد الخطيب طبعا لا شك اني استفدت منه كثير كثير يعني كنت اروح لعنده على البيت وافرجيه شو اللي عم بعمله ودرسني استاذ صخر استاذ صخر حتر في مرحله البكالوريوس وشو كان يجي عازفين على البلد يعني هي كانت تقريبا اغلبيتها اجتهادات مثلا دكتور الفريد جميل يجي نروح نقعد معه مثلا استاذ شربل روحانا نقعد معه ادريس الملومي كل الناس في كثير اسماء يعني اجت عن بلد كنا نروح نقعد معها لاجل الاستفاده نسالهم يعني فهاي هيك كانت عمليه الدراسه يعني استاذ عمر بشير مثلا قعدت معه كمان نفس العمليه كل حدا كنت اجي اقعد احاول اني استفيد منه طيب كيف تمرينك الخاص انت بعد ما التقيت بهالعازفين
الفنانين ودرست على يديهم. كيف تتمرن تمرينك الخاص اللي انت تتعود عليه يوميا تقريبا تتمرنه؟ ممكن نبي تطبيقيا بالعود. شوف احكي لك شغله، رايي الشخصي المتواضع بموضوع التمرين عشان يكون التمرين فعال، اول شيء التمرين البطيء شيء كثير مهم، يعني السرعه لحالها رح تيجي. والشغله الثانيه، انا اول ما بمسك العود يعني خاصه طبعا هو احب الاوقات الى قلبي اني ابلش اتمرن الصبح، يعني 7:30 الصبح ما شاء الله. فا اول شيء بلش اتمرن ريشه اللي الصدورات اللي بس، بعدين مثلا بطور التمرين شوي مثلا بتاخذ معي فتره مثلا، بعدين ببلش امسك ايقاعات مختلفه، بعدين مثلا شوفي مثلا ببلش اتمرن فيها، هذا تمرين كثير بحبه تمرين ريشه، بعدين مثلا ببلش عم تحكي عن ثلث ساعة ريشة يعني. بعدين شوفي عندك مثلا يعني بتصير تخترع انت اشكال، يعني مثلا جورجينا فببلش احرر بالريشة شوي شوي، بعدين مثلا بلش هون ببلش احط اصابعي شوي شوي هلا خمس مرات بعدين بسرعة لا 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 لا, لا. نهائيا مو بسرعة بطيء، بدي تتدرج في السرعة ما بتدرج لا بطيء بسرعة واحدة لساتني بطيء بعدين مثلا بركز على موضوع الانتونيشن، على موضوع انه اصابعي صحيحة ولا لا، لانه بصراحة لازم يعفق بالضبط الموضوع، كمان انه هل هو صحيح، يعني مثلا هاي بركز على موضوع التون نفسه، يعني موضوع الانتقال هل هو صحيح، طبعا بسرعات بطيئة. بعديها بعد هذا التمرين بلش اتمرن سكيلات. هلا ممكن كمان اذا حسيت انه ريشتي مش لساتها مش ساخنه مش ساخنه، بتلاقيني ممكن اتمرن لي سكيل صد كله مثلا. هذا التمرين هذا ياخذ منك تقريبا نص ساعه الى ساعه، الثلث ساعة ريش ريش، وبعدين بنبلش سكيلات، يعني سكيلات مثلا ناخذ عجم الدور مثلا طبعا بيصير عليه في تنويعات، يعني مثلا بمسك بس مقامات العجم بس العجم، يعني بعدين ببلش مثلا بدائرة الخامسات مثلا ببلش فيه
هلا هذا السيستم هذا النظام لاني انا هيك بتمرن تشيلو، هيك تعلمت اتمرن تشيلو واللي اكثر شيء استفدته من التشيلو يعني هلا في عندك مثلا فكره بالبيان اغلبيه عازفين بيقولوا انا يعني كنت حدا من هدول